هذا العنوان اتبعوا ولا تبتدعوا، مقولة عظيمة تحمل في طياتها وفي جوانبها دين الله تعالى. الاتباع والتحذير من الابتداع، وهكذا أقوال السلف: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، كل البدع ضلالة وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذه الأقوال عن ابن مسعود وعن مالك بن أنس وعن ابن عمر وعن معاذ بن جبل وعن غيرهم من السلف رضي الله عن الصحابة ورحم الله الأئمة. والاتباع المقصود به أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقتدي به وبأصحابه الكرام. والابتداع أن يعبد العبد ربه بعبادة لم تشرع، لم يأتي بها كتاب الله أو لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان يا جماعة لمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام دسلك طريق الهداية. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولو اتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لو الإنسان اتبع النبي عليه الصلاة والسلام هذا يصير محبوبا عند الله. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والإنسان لمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام دا عرض نفسه لرحمة الله أو أقبل على رحمة الله. قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إلى آخر الآيات من سورة الأعراف. والإنسان لمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام هذا يكون رفيقا له في الجنة. قال الله تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذولا ما يحرص على السنة أشد الحرص ويبتعد عن البدعة وعن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. والرو الحق، هذا الحق واضح، والرو ده هو الصح وده الغلط، وده درب النبي عليه الصلاة والسلام، ده طريقه. يقوم يشاكك سوي له طرق براو كما سيأتيك البيان إن شاء الله تعالى. ومن يشاقق الرسول
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال ابن كثير: نوله ما تولى، أي نزين له طريقته ونحسنها استدراجا من الله تعالى. يكون في بدعة وهو مستدرج، قال نفسه عليه خير وهو في شر عظيم. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شكذا يا جماعة الله في القرآن سبحانه وتعالى قال: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. كثير من الناس تركوا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام وسووا طرق براون. الطريقة الختمية دي نسبة لمنو؟ للختم. الطريقة القادرية نسبة لمنو؟ عبد القادر الجيلاني. الطريقة الشاذلية نسبة لمنو؟ أحمد الشاذلي. الطريقة التجانية نسبة لمنو؟ أحمد التجاني. الطريقة التسعينية، الطريقة الكزنزانية، الطريقة البرهانية، الطريقة يا جماعة معقولة؟ ليه تركوا طريق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه مشوا للطرق دي والجماعات؟ الله ما قال في القرآن، الله سبحانه وتعالى ما قال في القرآن: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. طبعا في ناس ما بيسمعوا الكلام، يعني الله بقول لهم كلام ما بيسمعوه ولا دار يطيعوه، تعركوا براس بس يقول لك نحن كذي بس. تقول يا اخي الله قال: وان هذا صراطي مستقيما، طريق الله عديل وبدايته هنا نهايته في الجنة هناك. الطريق ده بدايته هنا في الدنيا ونهايته هناك في الجنة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل الطرق المعوجة المنحرفة. وفسر هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. شكي ابن كثير أورد الحديث في التفسير، في تفسير سورة الأعراف، في تفسير سورة الأنعام عفوا، الآية 153 في تفسير سورة الأنعام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما على الأرض، وقال: هذا صراط الله، أي مستقيما، وخط من جانبي الخط خطوطا، أي عن اليمين والشمال، وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. موضوع خطير. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لو دارين تتقوا الضلال في الدنيا وتتقوا عذاب الله في الآخرة، اتبعوا الطريق المستقيم وابعدوا من الطرق، ابعدوا من الجماعات، ابعدوا من الأحزاب، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام، تتبع الصحابة. جاء في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي من رواية العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة. قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة
وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف راجد كثير جدا. فعليكم بسنتي. عشان ما تتحير. قبل أيام سمعت واحد بيتكلم والله قال كذا. قبل أيام قال والله اتمحنا ذاته واتحيرنا. هذه كان بيجاي أنصار سنة، بيجاي صوفية، بيجاي أخوان مسلمين، بيجاي حزب أمة، بيجاي حزب تحرير، وفي شنو ذاته؟ الناس ذي المالون قال واسي صاحياته ونعمل شنو؟ قلت له خليهم كلهم كلهم خليهم، دار تنجو ولا دار ركوب راس؟ دار تنجو أي. فإنه من يعش منكم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فسيرى اختلافا كثيرا، في اختلاف وما بسيط ما قليل، فسيرى اختلافا كثيرا. نسوي شنو في الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أي من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، زعم من البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. موضوع خطير، تبعد من البدع ومن أهل البدع، ديل زي العقارب أهل البدع ديل، ما تقول أدعاهم معاون وأدعام المعاون، ديل بيفسدوك. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، قالك فأعرض عنهم، تمشي تخذ يدك معاهم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. في ناس قالوا يعني يتكلموا في غير بدعة، لا، حتى ينزعوا من بدعتهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، تلقى قاعد مصنقر في نصهم، فلا تقعد وقاعد ما تباريهم، ماشي معهم، بعد شوية يملوا شبهات، بعد شوية يضيع الدين. الطرق دي يا جماعة أفسدت على الناس دينه، وعشان الناس يفهموا براحة الدعوة دي، دعوة الإسلام، دعوة الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، أوش القرآن فيه الهداية. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. واحد، السنة فيها الهداية. قال تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. قال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا. اتباع الصحابة ده درب الهداية. قال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اتبعوا درب الصحابة. وإن تولوا خلوا درب الصحابة فإنما هم في شقاق. وده حاصل الليلة، وقاعد تقول له الآية دي التفاهيم بفهم منه، والحديث ده ما بقول لك بفهم أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة، ولك والله يا شيخنا قال ودكتورنا قال وأستاذنا قال وزعيمنا قال والمفكر الفلاني قال وداك بروفيسير قال، يا جات الطرق دي. وبعدين الاتباع ده يا جماعة باختصار فيه اثنين، وده دين الإسلام. واحد التوحيد، الله واحد، براء وتنادي في الشدائد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. اثنين، تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام تبعد من البدع. ده ملخص المحاضرة، وده والله ملخص دين الإسلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الدين كله من أوله إلى آخره يدور حول محورين ويقوم على أصلين، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. بس ده دين الإسلام يا جماعة. واحد التوحيد، وما خلقت الجن
والإنس إلا ليعبدون. الله قال لك أنا ما خلقتك، ما خلقتك عشان تأكل ولا عشان تشرب ولا عشان تتزوج ولا عشان تبني العمارات ولا عشان تركب العربات ولا عشان تبقى في المناصب العالية ولا عشان تجمع الكنوز وأمر الدنيا. الله خلقك لغاية عظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توحدوا تعبدوا براو. قال تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فاعبدون. وقال جل وعلا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال جل وعلا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله حمد نفسه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أمروا احمدوا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أخير ننادي الله براو ولا النادي المكاشفي ولا النادي الكباشي ولا النادي صايم ديما ولا النادي التوم وتبانقة ولا النادي الحفيان ولا النادي أبو قرون ولا النادي الفركة ولا النادي بشملة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض، سماوات الخلق منه؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. عليك الله اسمع الآيات دي وشوف الناس الليلة بيخالفوا في الآيات دي كيف يا جماعة. قال أمن خلق السماوات والأرض، من خلق السماوات والأرض؟ الله. في ناس في زماننا ده قالوا نحن اللي خلقنا السماوات والأرض، رأيك شنو؟ قالوا السماء دي خلقناها نحن، أنت رأيك شنو؟ وناس ما بيرضوا الكلام فيهم. والله واحد من الختمية اسمه عبد الله العيدروس كتاب النور البراق كتاب فيوض البحور المتلاطمة دي كتب الختمية، قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. ترايك شنو هذا الكتاب عندي قاعد وجبته هنا في البيت ده بتاع أخينا ياسر ده هنا. والله هذا قاعد هنا في الغرفة دي بيجاه. أنا عرشها والكرسي، وزول بيقول أنا عرش، أنا عرشها ذاته، ده أنا بتابعه ده وقال أنا عرشها ذاته أتابع له، وناس ديل فاكة منهم بالمناسبة. والله ما عندهم عقل عديل كده. أصل زول زي ما قال الإمام الشافعي في كتاب الحلية لأبي نعيم الأصبهاني من تصوف من النهار لا يأتي عليه الليل إلا وهو أحمق. ده الإمام الشافعي رأيك في شنو. والإمام مالك ضحك على الصوفية لما قال له في ناس بيضربوا الطبول ويأكلون كثير كلام زي ده.
قال أمجانين هم؟ قالوا لا. أصبيان هم؟ قالوا لا. فضحك، ضحك عليهم ديل أئمة ذات، تعجبوا من الصوفية دي والله يا جماعة. ده قال أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. أنا للسماء بانيها قال، والله قال في القرآن أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. البناء منو يا جماعة؟ الله سبحانه وتعالى. الختم ده قال بنيت أنا، وانس في زول بيقدر يصل السماء عشان يبنيها ذاته؟ كان قال لك بهية بس أديها أبويا، بتقدر أديها بس كده سمكرة أبويا بتقدر؟ هذا الناس والله كذا غاتوا بينجروها نجرة ذاته، ما بتتصب ذاته، بيرموها لك تل كده ما بتقدر تمسكها ذاته. ناس عجيبين ذاته، ما عارفهم بيشربوا شنو الناس ده بجنب. قال لك أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. سؤال، المطر ده بينزله منه؟ الله سبحانه وتعالى. واحد اسمه صلاح الدين بدأ الخنجر في المولد ذاته، وقبلها قبل كم سنة هسه جاء أكد في المولد ده، قال الشيوخ مش بينزلوا المطر، قال بينزلوا المطر ده أصلا ما انتهت، يعني دي ضامنة إنهم بينزلوا المطر. قال بيحيوا بميتوا عديل كده، وقال كباشي بدي الجنة عديل كده. عندكم واحد هنا لابد عامد كابتن لابد، واحد هنا دي ناس كونديل ما شاء الله محترمين، ناس المنطقة دي هنا زي ما مش الموساي ولا شنو المويس، مش المويس يعني نحسبهم ناس محترمين. لكن عندكم واحد هنا دي أنا جبت هسي معايا الكتب قلت أناظره، لكن مو زول قالوا بتاع جرسة كده ما بيظهر لي مناظر، قبضوه بالثابتة بالثابتة عديل، قبضوه في الجريمة. جريمة شنو؟ قال غير الله بيخلق عديل في البلد دي، والله الذي لا إله غيره. وده قال غير الله، قال الشيوخ بيحيوا وبميتوا عديل. الله قال في القرآن الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. دي عقيدة الموحد، قال إبراهيم إمام الحنفاء والموحدين ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. الله سماه حكم عليه إنه ده كفر، دي عقيدة. الآن يقول لك الشيخ بيحيي الموتى، أحيي لنا ميت السن، أحيوا بس أبهاتكم الشيوخ الماتوا ده يقدروا يحيون؟ برعي جروبيو جروبي جري مصر جروبيوين البرعي جابوا مات في مستشفى ساهرون، ما مات في المسيد ولا مات بشرف في محايات وبخرات ببخروا ببخرات، أنا ما مقتنع بين ذاته، الله أعلم يكون مقتنع بين بغشوا بين الدراويش ساي يملوك بزاغ يملوك محايات يغشوك ساي كلامنا ده حار، لكن يتحملوا الفول إن جابوا لك من التلاجة ما بتاكل لك، أخر لك من القدرة حار كده أخير لك، والله نصيحة لوجه الله تعالى تحمل الكلام الحار ده. شيوخ ديل ماتوا في المستشفيات، برعي مات في ساهرون، كورك للشيوخ لما قلبه مات قلبه وقف ما قدر ما يلحقوه جاته حصوة، كورك عديل كورك ناداهم
هي يا ابو التايه قال على الاقل شوف هسه ذا زول انا عادي وانا هسه انا لو داير اشرك بنادي ابو التايه واسمه ابو التايه ذا بيلحق لك شو مو تايه عاد ابو التايه عادي انا لو داير اشرك ذاته بنادي صحابه وده شرك ذاته لو ناديت الصحابه شرك الرسول قال لك ما تنادينا انا الرسول عليه الصلاه والسلام في سنن الترمذي قال احفظ الله يحفظك احفظ الله في الدين ده اعمل بالكتاب والسنه تعمل الاوامر تجتنب النواهي تقف عند الحدود ده الحفظ هنا يحفظك لا تعلق حجاب لا كمون لا تميمه لا ودعه اذا سالت فاسال الله ما قال لنا ديني انا الرسول عليه الصلاه والسلام قال له فاسال الله ده كورك قال هي يا ابو التايه وحامد بعصايا تزيل الحصايا وامراد كلايا لا زالوا الحصايا لا امراد كلاو لما مات في زاهرون الجيل ذاك مرقوه في اسبانيا الاندلس هناك جاته مويه في بطن جايبينه في التلفزيون جايبين عصيدته في التلفزيون على كل جوال نازل بغش المسلمين كيف قالوا هذه العصيده عصيده جايبيننا مع عصيده حامضه عليمه ربا حامضة عديل قال دي شفاء من كل داء قالوا عصيدة دي فيها بركة ما أعرف أنا ذات عصيدة فيها بركة يعني جداد ده فيه شنو يعني ذات شغل شيء فيها شنو يعني عصيدتكم دي الحامضة دي فيها عصيدة سواها عشان يربوا الناس على الشرك دي ما فيها نص بركة دي ممحوقة دي والله أنا ممرت شيخهم ما أكلوا عصيدة بيأكلوك لا إنت يحمضوا لك خشمك زاي بيأكلوك لا إنت مرقوه جاته مويه في بطنه شفطوها رجعت شفطوها لانه جاب الملك جاب القوي ثاني مثبتهم القوي جابه في النهايه مات عديل كان ده قال بحي الموت قال كباشي بدي الجنة عديل ده الخنجر شكل يسوي قصيده بدري اعلام الطريق بتاع البرعي قال كباشي كم ادى ولد في كل بلد كم حل عقد كباشي يربط ويحل في كل محل كباشي المتوكل لأمره يكل كباشي من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي أقول يا جماعة دي عقائد اعتقدوها ناس انتسبوا للإسلام كباشي بدي جنة في شيخ بدي جنة في شيخ بيحيي موتى قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون الله سبحانه وتعالى قال فلولا إذا بلغت الحلقوم خلي تحيي موتى لو روحه ساي وصلت الحلقوم ما بتقدر ترجعها جوة تاني فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مؤمنين ترجعونها إن كنتم صادقين رجعوها ساي بس خلي تحيوا الموتى ده تحدي ده الله العظيم يا أخي إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها قال تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وذا قال كباشي بدي جنة عديل غشوا النساوين المرأة يمشي تمشي للشيخ تقول له اديني جنة اديك كيف ده شرك بالله قال تعالى في القرآن نحن خلقناكم عليك الله اسمع على هذه براحك ولا تزعل براحة بس اشرح لها صدرك بس او افتح لها صدرك كان الله يشرحه قال نحن خلقناكم ده الله والله يا جماعة العباد ديل وصلوا مراحل بعيدة والله اذا الله بقول لهم كلام سبحانه وتعالى ما داري يصدقوه ديل وصلوا مراحل قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره
ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. الله قال نحن خلقناكم فلولا تصدقون. قال لهم يا جماعة انتم تصدقوني، هلا صدقتم كلامي؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، مش ده موضوع الجنة؟ عادين ده مع القرآن. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ في كلام أوضح من ده؟ إذا عقائد زي دي الليلة ده دكتور اللي بيقول فيها المطر، إحياء الموتى، الذرية، دي عقائد والله أبو جهل لو امتحنوا فيها، لو امتحنوا انجح أكثر من دي. لا، ما الله قال في القرآن قل من يرزقكم من السماء والأرض، سؤال موجه للمشركين، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الله سبحانه وتعالى بقول ولئن سألتهم، كفار قريش، من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الله سبحانه وتعالى قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الله جل وعلا قال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. دل الليلة بيعتقدوا إنه غير الله بيملك الكون. الختمية قالوا شيخ قال كذي، شيوخ عليل قالوا كذي، الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا. هم كانوا وين عشان يتفوا في نار الخليل؟ وكانوا وين الختمية؟ وفي زمن الخليل عليه السلام إبراهيم كانوا موجودين؟ الكون أعلاه أسفله في طي قبضتنا، نار الخليل خبت من سر تفلتنا، ونار موسى أضاءت من محاسننا، والطور دك وموسى خر منصعقا لما رأى النور إجلالا لهيبتنا. أيوب لما دعانا، أيوب دعا الختمية ولا دعا الله يا جماعة سبحانه وتعالى؟ أيوب لما دعانا عند بلوته أجابه الله إجلالا لدعوتنا. قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فعودوا نفسكم يا جماعة تلاقوا الله بالتوحيد. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، ودار تلاقي الله ويرضى عنك ويكرمك، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الشدائد نادي الله براو، والله دي ما بنجوك، والله يا جماعة بورطوك في أوقات انت أحوج ما تكون فيها إلى رحمة الله تعالى. قال تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، في الموت وين اللي بتنادون في الشدائد؟ وين الحسن من المحن؟ وين وتحسون من المدفونة؟ وين أبو قروم من العيون؟ وين أبو العباس من عيون الناس؟ وين أبو شملة؟ وين أبو قركاب؟ وين أبو حفيان؟ وين اللابس نعلات؟ جد ما في جن. أينما كنتم تدعون من دون الله
قالوا ضلوا عنا، راحوا شك راحوا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا ما الله قال في القرآن أمن يجيب المضطر، الآيات البعدي طوالي، قال أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. على قال شوف العلماء زمان بيقولوا شنو، وشوف ديل بيقولوا شنو. ابن النحوي الشافعي ينقل عنه قال طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، قال بعد الناس ناموا أنا قمت رفعت يدي لي الله سبحانه وتعالى، طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك هموما أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. بالجول يا الله عندي لسيب يعلموك تلجأ لمنه في الليل الهادي بنادي سيادي، عليك اللي جوا النادي والليل هادي والثلث الأخير تنادي الله ولا تنادي في زيادة ما سياد كمان. صدق الله إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والله يضل من الأنعام أسي لو في كلب خلي الأنعام، لو في كلب أعز الله السامعين، والله كلب يهوي في الشارع للناس الغربة لما نيجي سيد البيت الكلب بيسكت، بيسكت ولا ما بيسكت؟ بيسكت ويعصر ضنبه لأنه عرف سيده، الكلب بيعرف سيده، البهيمة تعرف سيده، دي الناس لأسي ما عارفين سيده منه. لأسي في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، جملة وفرادي كيف تنادي سيادك يا أخي؟ يا أخي الله قال في القرآن ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يا أخي الله قال في القرآن قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا، طبعا ما بصدقوا القرآن مش القرآن قال غير الله ما بينفع، يقول لك شيخي بينفع ضد القرآن عديل، مش بيحفظوه بيحفظوه بيشتغلوا ضده، وبيحفظوه تجارة زي تقال بيحفظوه يستفيدوا منه، لو بيحفظوه يطبقوه كان وحدوا الله، لأنه الجن عرفوا القرآن ده نزل لشنو. الجن ذاته قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجن عرفوا القرآن نزل لشنو، دي الناس ما عارفين سيدهم منو يا أخي، شنو في الليلة الهادي منادي سيادي يا أخي، ده مورطك يا أخي. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا سولون سياد كبراء فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا.